بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا في قناة أمين الزال لتعليم دروس الفوتوشوب والمونتاج وغيرها من المعلومات التقنية. اليوم بإذن الله في درس جديد سنتطرق إلى درس طريقة يعني عمل صورة لوجو لصورة لكي نقوم يعني بطباعتها على التيشيرت. حنعطيكم في الفيديو هذا الأول يعني فيها إن شاء الله زوز فيديوهات، نعطيكم الطريقة الثانية والطريقة الأولى. إذن احنا نعطيكم يعني نظرة عامة كيف نجعل صورة يعني لوجو، وكيف تكون هذا اللوجو يعني تكون على الطباعة بطريقة جيدة وباحترافية. نعطيكم الفرق بين برنامجين. برنامجين هما الأدوب الإليستريتر والأدوب الفوتوشوب، يعني حيكون الفرق بيناتهم. الناس بزاف يقولك نطبع أنا ندير طباعة بالتيشيرت بالفوتوشوب، والناس يقولك الطباعة بالإليستريتر. هي على العموم هما الزوز يخدموا الطباعة، لكن الإليستريتر أكثر احترافية في اللوغوهات. وطريقة اللي حنديها لكم دركا حنستعملوا الإليستريتر أكثر، لكن حنعطيكم واحد الفرق بين طريقة عمل الفوتوشوب والإليستريتر. الفوتوشوب يعمل بالبيكسل، يعني نضغط على الصورة، نفتح الفوتوشوب نضغط على الصورة، هذه هي الصورة. إذن نحولها مثلا إلى اللوغو بطريقة سريعة جدا، طريقة جيدة. نذهب إلى Threshold، تحول هذه الصورة بهذه الطريقة. نزيد لها شوية النوار، ونحب نهبط أو نزيد كما يعني كما نحب، خليها كما هكا. نضغط OK. يعني إذا أردت أن تطبع مثلا هذا الشيء في تيشيرت أو أي شيء باللون أبيض أسود، كن زوميها يعني تلاحظون أن الصورة يعني مبعثرة، البيكسل يعني ماهوش جيد، يعني الصورة يعني في التيشيرت مش هتكون جيدة. إذا ما هو الحل؟ الحل طريقة سهلة جدا. نفتح يعني يكون عندك أدوب إليستريتر. أدوب إليستريتر هذا هو، نفتحه، هذا هو أدوب إليستريتر نفس الفوتوشوب. نذهب إلى الفوتوشوب ثم نحفظ هذه الصورة، فايل ساف أس جي بي يو جي، نحفظها يعني جي بي يو جي. ندير لها مثلا عنوان واحد يعني بيكسل، خليوها نختار لها مكان، ثم نضغط سيف، نختار يعني ستوندار ماكسيموم، نضغط اوكي. نذهب الى الإليستريتر، نضغط اوبن. اذا نفتح البيكسل نورمال، هذه اولى كما تلاحظون هذه الصورة، هذا هو يعني محتواها، يعني ليست جيدة في الصورة هذه. اذا نفتحها نضع اوبن. اذا نفعل خاصية ايماج تراس، نذهب الى هذا السهم ثم نضغط على الصورة اولا، تفعل لك يعني خاصية ايماج تراس. اللي ما عندوش هذه الخاصية يعني يروح الويندو ويبحث عنها، يعني هنا تلقاها، هاي مكتوبة ايماج تراس، مالك غير تضغط عليها، تضغط عليها ثم تفعل لك في هذا المكان. هنا راهي حتى بس تضغط عليها دوزيام فوا، نرجع ويندو ايماج تراس، نضغط عليها تفعل وحدها. اذا ما عليك فقط يعني اول حاجة نشوف الفرق، شوفوا الفرق جدا، لاحظوا جدا في الصورة. نروح للبريسيت لهذه الكلمة، نضغط على السهم الصغير، هي تلقاوها موجودة ديفولت، نضغط على الجملة الأولى اللي فيها هذه الجملة، إذا نضغط عليها فقط. يقوم الآن بتحويل البيكسل إلى الفيكتوريال، لاحظوا الفرق، هذا هو الفرق، انظروا، يعني أصبحت رائعة، يعني متحوفة، يعني تقدر تطبعها في التيشيرت بطريقة عادية جدا بدون أي مشاكل. انظروا الصورة كيف أصبحت يعني بروفيسيونال، أصبحت يعني احترافية هذه الصورة. إذا نذهب إلى فايل، نلاحظ الفرق جيدا، Export Export As، نضغط يعني نبدل العنوان ديالها 2 فيكتوريال، فيكتوريال أو نكتب فيكتو، اختار المكان، نختار جي بي يو جي، نضغط Export،
الار جي بي يعني نخليوها ار جي بي، او اللي حبيت الطباعه تطبعها كيما هكا بعد ما نضغط سي ام واي كي نطبعها ديريكت، نضغط ار جي بي نختار ريزوليوشن 300 ثم نختار اوكي. اذا نفتح نذهب الى الموفي او سكوب، اذا نذهب الى هذا المكان نرى اين هي. اذا هذا البيكسل الان انظر الى الصوره، ثم نذهب الى فيكتوريال، لاحظ الفرق. انظروا الفرق يعني في البيكسل، يعني ما كلش يعني ما هوش، ولاحظوا الفيكتوريال. هكذا تستطيع ان تقوم بطباعتها على التيشيرت يعني بطريقة عادية جدا. ها هي، يعني افضل ما تكون كيما هكا في الفوتوشوب، يعني ما تقدرش يعني تطبعها بهذه الطريقة. اذا ارجو انكم قد استفدتم من هذا الدرس، ما عليكم فقط يعني ان تثبتوا يعني ادوب الستريتر، فهو موجود يعني في جوجل، ما عليكم بحث فقط ادوب الستريتر والعمل على السريال. لغالبا ما يقدرش نعمل فيديو على كيفية تفعيله لانه ممنوع في سياسة اليوتيوب لكي لا تلقى يعني انذارات، وهو موجود يعني تحوسوا في جوجل برك تلقوه في اليوتيوب، تلقوه في اي مكان، طريقة تفعيله، طريقة تحميله. اذا الاستريتر وادوب الفوتوشوب، ان الاستريتر احسن خاصة بهذه الطريقة، يعني عليك فقط تروح للفوتوشوب جيب صورة، اي صورة عادية تحولها كما قلنا ايماج تي شورت، ما تحولها كما هذه، تبعثها جي بي او جي تطلعها في هذا المكان، تضغط هنا فقط في الجملة الاولى. اذا لا تبخلوا علينا بالضغط بالاشتراك في قناتنا لكي يصلكم كل جديد، وخاصة الضغط على الجرس وتفعيله، ولا تنسى الضغط في اللايك والعمل يعني لمن يريد ان لديه اسئلة في اي موضوع يخص يعني الديزاينر او الفوتوشوب خاصة، او في علم المونتاج، يعني ممكن استطيع ان اساعده. انا ما عليك فقط ان انقل لكم يعني المعلومات والخبرة اللي نقدر نعرفها، وانا ايضا اتعلم معكم، يعني بالعكس انا بدأت هذه القناة مش لاني محترف، لكن لاني اريد ان اتعلم اكثر واكثر عن طريق هذه الدروس التي اقوم بها، حتى أتقنها أكثر فأكثر عن طريقكم وعن طريق البحث الذي أقوم به. إذن أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.